انضباط في التأمل والانضباط، يعني ذكر كيف يعني الانضباط به يكون، يعني هل هو فقط ترديد ولا يعني هو حالة ولا هو حضور، يعني توضح لنا من هذا الجانب. نعم، هلا كل شيء بهالحياة عبارة عن دورات، هذه الدورات دوران الشمس، الحياة، الطبيعة في إلى الفصول، الجسم البشري، فكل شيء قائم على نظام. هذا النظام بمجرد نحن كإرادي أردنا أنه ننضبط بساعة معينة، هذا اسمه الانضباط، بساعة معينة بتوقيت محدد على التأمل، بتصير عادي من عادات الإنسان، وبصير الدماغ بشكل طبيعي يطلب الترقي بالتأمل، بتصير يعني عملية التأمل عفوية، وهي العفوية هي المطلوبة، مش البرمجة التقنية بقدر ما الانضباط على ساعة معينة. من ضمن الانضباط هو لايف ستايل، يعني انضباط الحياة، الإنسان يكون صحي بالطعام، خفيف، قليل الكلام، قليل الأذى باتجاه الآخرين، مفيد، عنده خدمة، يصير مثل بطارية الشحن اللي بسبب الأعمال الغيرية والخيرية اللي عم يعملها، مع الكلام اللطيف والمصداقية، هي بتراكم كم طاقة، بتصير عملية انضباط التأمل تاخذه إلى مراقي عالي. هاي المقصود بالانضباط. يعني حبيت لو تعملنا يعني تكلمنا يعني في هذه الفترة على تنك الغذاء الصحي، يعني لأن الغذاء مهم جدا جدا، يعني لو يعني تساعدنا في هذا الجانب. يعني هلا كثار بيتكلموا عن التغذية، أما بتكون أحيانا مثالية وغير واقعية. ايه هذه هو المشكل، يعني تروح تبع عظام ومن بعد تلقى نفسك انك يعني وكانك يعني يحدث نفسك في واحد الجانب من الغذاء، يعني تلقى روحك يعني ما تقدرش تستمر على هذاك المنوال. هذا هو بتصير مثل المشكل، العادي. هذه هي. ونحن وجدنا بالمختصر الحقيقة إلغاء السكر الأبيض كثير مهم، عم بيكون للصحة بمناحي عديدة، مع تقليل النشويات بقدر ما يقدر الإنسان ما يعتمد على الخبز، هذا عم بيفيده بشكل كثير كبير. عاد الأمور الثانية الصحية، إن شاء الله أنه نشوف أبحاث معينة ونعمل تقاطعات، لأن ما رح يكون في شخص بيمتلك كل العلم، لأن في مدارس متناقضة، فرح ناخذ الملخص أو الموجز بين كل المدارس بحيث يكون في فائدة. قبل شوي يعني انزعجت من طرحين سمعت إلهم، بالرغم أنه محمد كيلاني بتعرفوه كثير إنساني وعالم وباحث، والدكتور كريم علي، فعم يحكوا بموضوع الأسنان وحشو الأعصاب، قديه هو مؤذي وقديه في أمراض من الحشوات الزئبقية. أنا كطبيب أسنان ودكتورة غادة طبيبة أسنان نعرف هالشي، أما في شيء آخر ما تكلموا عنه، يعني تكلموا عن هذا الموضوع أثاره خوف الناس والرعب، وصار في تطرف كبير بالميزان، يعني انك تيجي تعطي حل ما في حل من اللي اعطوه. هذا الموضوع اللي انحكى بتطرف بصير اذى اكثر من الفائده. بتقول الحكماء لا تتكلم الحقائق المره. طيب ما في حقائق متوازنه ممكن الحل، فمن هون خطوره طرح القضايا، مثل الان هالتناقض اللي صاير مثلا على اللقاح، ناخذ اللقاح ما بناخذ اللقاح، إثارة الرعب الخوف عم بيكون هو سبب رئيسي بالأمراض. في شيء لازم يوصل للجمهور بهالتوازن، لنشوف شو الله بيسر. إن شاء الله إن شاء الله. أنا جد ممتنة لك أستاذ نواف على كل العلم وكل المعرفة وكل عطاء اللي تعمله، يعني هو وصل وإن شاء الله يعني يكون نور على النور لك ولنا إن شاء الله.
يا هلا يا هلا، الحمد لله. سلام لك، سلام لأهل الجزائر كلهم. يعني كثير يتابعوك، احنا من الجزائر وانا واحدة نتابعك كثير كثير، ويعني كثير اصدقاء يعني وجهتهم لك، لاني يعني شفت معك يعني دخول يعني الى جنة العرفان حقيقية، يعني واحد يولي يعرف، يعني لأنه كثير معلمين في الساحة، ويعني كما تقول أنت هم عاملين حشد، ويعني يستعملوا طريقة أنهم يخوفوا الناس باش يتبعوهم. ومعك يعني في شيء آخر، يعني اللي تبعك يوصل إلى سلام داخلي ما شاء الله، يعني يولي مدرك، يفتح عنده الوعي، وهذا جدا ممتن لنا. يا رب. لكن لهجي عادة ما بحب إني أحكي بالفصحى، لأنه بده يدخل برنامج التدقيق اللغوي اللي يعتبر بده تحديث عندي شخصيا. يعني برنامج التدقيق بصير في جر الفاعل وأحيانا نصب للمجرور وهكذا، فبكون اللهجة المحكية عامية. هل واصلي اللهجة اللي وصلة المحلية؟ واصلي كويس. وصلة، لأنه إحنا عندنا كتير أفلام سورية، إذا يعني ليست غريبة عنا. كويس، لكن نحن بسوريا عندنا لهجات متعددة وعندنا خصوصية باللهجة، يعني عامية مفصحة هيك هيك تقول كتير عامية كتير واضحة مفصحة. كتير. كويس، اللهم بارك. بدي أسأل بس، أنا متابعة كتير تأملات تبعك، فيني بلش فيهم عندي وقت ما بدي، ولا لازم مباشر يعني؟ لك موضوع المباشر موضوع إله طاقة أخرى يستفاد من الحشد الموجود، عم بيكون بين ال 200 و 300 شخص، بيكثروا وبيقلوا. هالاستفادة في طبعا بنفس التوقيت مجموعات ثانية من التأملات، عم بيكون في تلطيف للأثير. اللي التأمل الفردي وارد جدا، يعني ما في، لأنه الأثير عم بيظل مخزن المعلومات، عم بيرجع الفرد يضم نفسه لهذا الأثير. فاللي ما بيقدر على نفس التوقيت، المهم الانضباط انه ما يروح على حاله تأمل اليومي، انه كل يوم كل يوم. واللي بده يتابع بإمكانه إذا حب على المباشر يتابع معنا، وعلى حسب وقته بيرجع بيراجع من البداية. شكرا، مشكور. يا هلا يا هلا. بس بدنا يعني تعمل لنا وقت، لأنه إحنا في فرق، بيكون فرق كتير، يعني ساعة ولا ساعتين بيننا، يعني بيكون مناسب لإلنا وإلكم. لك نحن اعتمدنا الساعة 7 بتوقيت سوريا، عم بيكون عندكم 6 5 ونص مثلا، 5، إيه 5 وقت وقت خروج من الشغل، هذا هو المشكل. كويس، يعني بتلاقوه جاهز، لأن نحن عم نضلنا بتأمل مباشر كونه في مجموعات ثانية، وفي بحدود الساعتين. يعني أنتوا بشكل طبيعي بالمباشر، يعني من بحدود الساعة 7 لـ 9 ونص نحن مع مجموعات تأملية، يعني أنتوا ضمن المباشر. موفقين إن شاء الله. يا أهلا، السلام يا رب. دكتور، بما انه يعني مفتوح المجال انه نسال وهيك، تفضل. بعد في بالي لما شفت التقنيات هاي وكيف بالصين يعني عندهم اشياء علميه كتير وهيك، طب يعني خطر في بالي السؤال انه احنا يعني عايشين حياتنا عادي، ما عم نبتكر اشي للبشريه ولا عم نساعد باشي، هل يعني احنا السلام اللي عم نعيشه بالتاملات وارسال الطاقات هاي، يعني معقوله تكون هاي مثلا مهمتنا في الارض، يعني او هي بتوازي هاي الشغلات؟ يعني شوف قديش وفروا علينا هم، شوف العقول اللي اعطتنا هاي الاشياء لنقدر نتواصل، بالمقابل احنا يعني متجهين اتجاه تاني، يعني انا بدنا نتامل وارسال سلام مع انه كتير مفيد إلنا، بس هل هاد يعني بيوازي الاشياء اللي هم بيعملوها؟ هلا التامل وتصفيه النفس هي عباره عن أحسن خدمة ممكن يقدمها الإنسان للبشرية قاطبة، إن عم بينقي الأثير. بينما الأمواج هي اللي عم تصدر عن الاختراعات العلمية، ما إلى دوما شقين، سالب وموجب. مثل ما عم يستخدم هذا الاختراع للخير عم يستخدم للشر. بينما التأمل وهي التنقي أرفع بكثير، خير محض. يعني
هون قصد نشر الموجة الأحادية بالوجود. فبالتالي لا نأخذ الأمور فقط مادية حسية. كثير أحيان الحرب نفسها عم بتكون وسيلة تنقي للأثير. ليه؟ لأنه الأثير بيتلوث بالمصالح الأنانية والأفكار، مشاعر السلبية، معتقدات المتطرفة. لما بصير في تأمل جماعي كبير، الإنسان عم يرجع لمركزيته النووية، يعني للمركز الحقيقي اللي بداخله. هالرجوع هذا بمثابة إطلاق موجات ألفا وتيتا حتى بالأثير. فهي أرفع أنواع الخدمات اللي ممكن الإنسان يقدمها للبشرية، إنه يرجع لنفسه. يرجع لنفسه معناها رجع للنفس الكلية، ما عند عم بيشوف أشخاص، عم بيشوف إرادة إلهية حرة خلف الشخصيات. وهي الموجة رح تزيد وبيلتقطها كثير من النفوس. فهيك بيكون الإنسان عم يشتغل من مركزية السكون، أرفع أنواع الخدمة. فالمطلوب إذن منا فقط إنه نحن ننقي أنفسنا. تنقية النفس من ضمنها هي الشعور بالامتنان لصناعات الآخرين. فلا نفكر إنه الخير هو فقط بتقديم المال أو الاختراع المادي مثلا. أرفع أنواع الخير إنه الإنسان يكف الشر عن الآخرين. وبالحال العالي من العرفان، كف الشر عن الآخرين بصير شاعر بثقل وجوده الأناني في هذا الأثير الكوني. عشان هيك بيرغب بنفي الأنا، والذي يفنى يشاهد كل أسرار الوجود. فهي أرفع أنواع الخدمة. هي الخدمة بدون أداء الواجب هي عبارة عن محبة فقط. وكل شيء بالكون مركزيته الإله، أي المحبة، محبة لا مشروطة. من هذا المنطلق اللي عم يرجع لمركزية الحق فيه، عم يخدم نفسه الكلي، وعم بيزيد شحنة إيجابية بالأثير، وبالتالي عم ترتفع سوية الوعي الجمعي. أما باقي الاختراعات شو من كانت، إلها سالب وموجب.